أهمية المبادرة هذه تكمن هنا تناقش مسألة مهمة حقيقة في الإعلام الإماراتي. هذا الجزء. الجزء الثاني اللي لاحظت أن هناك دعوة للشباب من طلاب الإعلام في الجامعات، وهذا شيء مهم حقيقة، يعني أن يكون هناك ملتقى يجمع بين الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية وطلاب الإعلام وطالبات الإعلام. أنا أعتقد هذا شيء جدا مهم. نحن اليوم بحاجة أن نوجد هذا أو نوجد هذه المنصة، خلنا نقول، لطرح قضية الإعلام الإماراتي، التوطين في الإعلام، ماذا نريد من الإعلام الإماراتي، كيف يجب أن يكون. هذه القضايا حقيقة مهمة، ربما نتكلم عنها نحن، يمكن نكتب المقالات، نتناول المواضيع بين فترة وفترة، لكن أعتقد اليوم وجود القيادات الإعلامية كلها اليوم في هذا المنتدى وتحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد، أعتقد هذا يعطي للموضوع جدية أكثر وأهمية أكثر. وأعتقد نحن بحاجة أن نحن نناقش هذه القضايا المتعلقة بالإعلام الإماراتي بشفافية وبوضوح. قضية مثل هذه القضية صار لها سنوات طويلة مطروحة على طاولات النقاش، خلينا نقول، وعلى صفحات الصحف، لكن أعتقد نحن اليوم بحاجة نحن نفكر ما هي الحلول، كيف نستطيع أن نخرج بنتائج من خلال هذا المنتدى، كيف نقدم توصيات ندعم الإعلام الإماراتي أن يكون بهوية واضحة ودور محدد، يعني يعمل الجميع على تحقيق هذه الهوية وهذا الدور. أنا أعتقد هناك جوائز، هناك حوافز حاليا موجودة، لكن وجود خلينا نقول شكل من أشكال التشجيع المنظم للطلاب اللي في الجامعات أو الإعلاميين والصحفيين الجدد، أعتقد هذا مهم، يكون بمعايير واضحة، معايير محددة، ويكون هناك كذلك يعني آليات يعني من خلالها تتعاون جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة. أغلب المؤسسات اليوم ليست لديها مشكلة في أنها تجذب العنصر للمواطن، لكن أنا أعتقد هناك فجوة ربما في طريقة الاستفادة من الخريجين، طريقة تأهيلهم، طريقة إعدادهم بشكل قوي وبروفيشنال، بحيث يكونون يعني يستطيعون أن يؤدوا في مجالهم كأي صحفي في أي مكان في العالم.